منفعتنا ونبني الاشتراكي. التحية للأقرب منا جميعا شهداء الثورة السودانية على امتدادها. التحية لكم وعبركم لكل الشعب السوداني، لكل المحتصمين في ساحة الاعتصام القيادة العامة. طيب، مواصلة للعنوان بتاع الحلقة بتاعت الليلة دي اللي هو مدرسة المعادة الوطنية. لكن قبل ما أخش في مدرسة المعادة الوطنية اللي هي في نداءات، يعني أنا قاعد أكررها طوالي تقريبا في كل لايف، اللي هي مدالة إنه نتحرك خطوة للأمام، يعني في كل الاتجاهات افترض الثورة يعني تتحرك خطوة للأمام، يعني ما 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 نستكين مع الوضع الحالي، أو ما نستكين حتى مع وضع الظرف الاستثنائي اللي فارض نفسه علينا. يجب إنه نتحرك. واحدة من ضمن الحاجات دي اللي هي يعني أنا معجب بها جدا، حركة في الاتجاه السليم، في الاتجاه الصحيح من نقابة الصحفيين السودانيين الشرعية في انها تسترد عافيتها وتسترد حقوقها. يعني و يعني امس كان يعني في فعل حسن بانه في مجموعة من نقابة الصحفيين الشرعية اللي هي يعني كانت في المجلس، او حاولوا يلتقوا به المجلس العسكري، يقوموا يسلموه مذكرة بإسعادة النغة بتاعته. وده يقوم بيخلينا وجه الدعوة بشكل أكبر، ويعني لو بشكل مجموعات، لو الناس كلها وقعت، كل النغابات قدرت وقعت، مهندسين، أطباء، صحفيين، سكة حديد، مزارعين، كلهم يتجمعوا في شكل مذكرة واحدة، يكون بها يكون أفضل، يكون أجمل، يكون مختصر للزمن. وإذا حتى بالشكل الفردي، المهم لابد من تصل هذه الدعوات للمجلس العسكري بالمطالبة، لأنه قالوا يا أخوانا الحق الوراء المطالب ده ما بضيع. يعني أنت لما تطالب بحقك، حقك بيجيك، لكن لما ما تطالب به ما في شيء حيتغير. ده يعني شيء طبيعي. بالتالي أنه يعني المذلة بتاعت المطالبة مهمة جدا، لأنها دي بتقوم اعتقد بتساعد لنا التيم بتاع التفاوض من قبل هو مثال الحريه والتغيير على اساس انه يمشي في الاتجاه السليم. وده بدي انكرج للمجلس العسكري في انه يقوم يعلن بالنسبه للنقابات انه يكون وضعها هو وضع عام 89، اللي هو الوضع اللي كانت مولوده فيه يعني ولاده طبيعيه من قبل القواعد بتاعتها منتخبه بشكل رسمي، دي النقابات. اما فتره 30 سنه هي في تقديرنا وفي تقدير القانون هي ظرف استثنائي، يعني احنا ما حنتمسك به كثير. يعني فالرجوع للمثل دي حتى انه نقدر نستعيد النقابات بتاعتنا، لانها مهمه جدا، حتى اصبحت هي جزء اساسي حتى في المعادله الوطنيه. يعني الناس عشان تفهم الحته دي ان هي بتصبح جزء من المعادله الوطنيه اللي انا حتكلم عنها بعد شويه. يعني الناس لابد تكون مركزه في دي. فالتحيه كل الزملاء في نقابة الصحفيين السودانيين الشرعية لإسعادة هذه النقابة العملاقة، وحتى إنه نحن نقدر نقوم بدورنا، حتى نقدر نقوم بدورنا الصحافة بتاعتنا وإعلاميننا افترضوا يقوموا بدورهم في توجيه أو تكوين الرأي العام المنحاز دوما لقضاياه وقضايا شعبه. التحية اليوم نتمنى من كل النقابات تحذو حذو يعني باعتبار انها هي خطوه في الاتجاه السليم. طيب، انا الليله دار اتكلم عن المعادله، يعني طبعا في حاله بتاعت احتقان، في حاله بتاعت نفاس صبر، في حاله بتاعت شويه كده من الزعل ممزوج بتمازج وطني، شيء طبيعي جدا، الناس بتغدره من طوال. يعني احنا كنا بنقول يا اخواننا اصلا
الصراع مع النظام بتاع 30 سنه والدوله العميقه بتحتاج لنفس. يعني احنا حتى بقينا في 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 المحك، بقينا في الاختبار، بقينا في موضوع الامتحان، في انه النفس ذا ماذا نقصد بالنفس؟ طولة البال، العمل السياسي محتاج حنكه، محتاج ثبات على المواقف، محتاج مواصله، ده كله وارد ضمن المعادله الوطنيه. هسه يعني احنا بقينا في موقع الحقيقي، يعني الليله يعني احنا اصبحنا في لب الكلام اللي كنا بنقوله كله نظريا. الليله يعني احنا يعني اصبحنا في موقع المختبر ليو، اصبحنا في موقع المختبر ليو، واصبحنا في موقع انه كيف نثبت المعدن بتاع الثوره من ناحيه الثبات، من ناحيه الحنكه، من ناحيه المباصره السياسيه، من ناحيه المصلحه العامه بتاعت الوطن. انه ما يقوم يجي فينا جاي والله جاي. خاصه مع دوله عميقه ما عندهم مشكله يا اما يكونوا هم ويا اما ما يكون في بلد. دي ما مش قناعه، لكن دي حقائق، دي حقائق بدلائلها ببراهينها بكله موجود يعني. وبالتالي نحن محتاجين، عشان كده انا العنوان ده اللي هو نحن محتاجين لمعادله وطنيه. المعادله الوطنيه يجب ان نراعي فيها جوانب كثيره جدا. قد نختلف في جوانب كثيره وقد نتفق في جوانب كثيره، لكن في النهايه بيفضل في 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 خيمه. الخيمه دي لابد من تظللنا كلنا اللي هي خيمه الوطن، وبالتالي تنطلب منها المعادله. الليله انا ببدا كلامي كمداخله بانه يعني ليس ما حدث في 85، ظروف 85 ووضع 85 ليس بالضروره انه يكون مطابق لظرف 2019 تماما. وفعلا هو اصلا ما مطابق، لانه الظروف. انا داير ادي مداخله بسيطه عشان الناس تستوعب انا جاي من وين وعايز اوصل وين وحمشي بالتدريج بتاعي ده. وانا داير ابدا من المؤسسه العسكريه، لان المؤسسه العسكريه هسه هي اللعبه الغاصبه المشترك. اللعبه الغاصبه المشترك يعني كان في 85 كان في 2019 عندنا اراء متباينه ومختلفه حول الشخصيات بتاعت القوات المسلحه الهسه ممكن بتغلنا في المرحله دي تماما. لكن انا دار اضع المعادله بشكلها الكامل. وانا كلامي اللي بقوله ده بقوله مني. يعني بقوله عباره عن قراءه. قد يكون عندها شواهد وعندها دلائل ممكن تثبتها. فيما ثبت منها وفيما حيتم اثباته. لكن لا تخضع لاي معادله بتاعت مصادر دي. ما عندي مصادر. عشان الناس كلامي ده تاخذه في سياقه الحقيقي. وتاخذه بالكونتاكت بتاعه السليم. يعني ما تحاول تجرفه لمثلات مصادر وكده وكده، ما في مصادر. انا ما اقوم به يعني في حاجات كثيره جدا بقوم بعمل استقصائي. وده بكون عمل اعلاني في الاساس. ممكن يعني يكون عندي له استرشاد في بعض الظروف وبعض المناسبات، لكن ما في كل الاحوال. يلا انا من هنا بنطلق انه المؤسسه العسكريه. طيب اول شيء عشان نحن نخط المعادله حقيقه في راسنا بالشكل اللي دارت الله وانا كده، نبدا من المؤسسه العسكريه السودانيه اللي هي بنسميها قوات الشعب المسلح. قوات الشعب المسلح دي يا اخواننا عندها قانون في داخلها بتاع ضبط وحزم وكده، معروف بالقانون العسكري ده. والقانون العسكري ده ما قاعد يتكسر، يعني النظام بتاعه ثابت الى عام 89. ما بعد 89 اصبح في تكوين بتاع دوله عميقه بدات بوجودها من داخل الجيش، من داخل القوات المسلحه، باعتبار انها هي القوه. وباعتبار انه بالرغم من انها هي قاعده تقوم بانقلابات عسكريه او بتقوم بالمغامرات العسكريه دائما وبتدخلنا في مسائل الدكتاتوريه، لكن في نفس اللحظه هي برضه بتقوم كمان شنو؟ بدور المنقذ لشعبها، للانحياز لخياراته وكده. يمكن شفناها في 64، يمكن شفناها في 85. ويمكن الليله الملامح فيها حاله بتاعت تربيش. الملامح هو الموقف، هو نفس الموقف، لكن في حاله بتاعت تربيش قاعده تحصل لنا وكده. هسه انا اللي اقدر اخش في التربيش ده، في حاله التربيش ده، لان فكك يعني اضاءه كده حول التربيش ده، حتى انه تظهر لنا رؤيه في انه نحن الى اين سائرون؟ وماذا يحدث الان؟ وليه؟ عشان تكون عندنا تركيبه، كل ما استوعبناها يتخلي كل ما حافظنا عليه المعادله الوطنيه اللي بتكلم عنها. المؤسسه العسكريه دي يا اخواننا عندها هي نظام هرمي، عشان الناس تكون معي في الصوره، هي نظام هرمي. يعني النظام الهرمي ده بيكون القاعده بتاعته بتكون عريضه
وكل انت ما تطلع لفوق كل ما ضاقت الحلقه، كل ما اتجهت لقدام كل ما ضاقت الحلقه. يبقى انت ممكن تكون دفعه، الدفعه دي فيها 80 طالب حربي، فيها 150 طالب حربي، فيها 100 طالب حربي، ده هي ما مشكله. المشكله انه انت حتتخرج، حتتخرج طوالي، مجرد ما تخرجت من الكليه الحربيه انت تخرجت بطوالي بترتيب اسمه ترتيب الاقدميه، ده بتكون في القوات المسلحه في الجيش. ترتيب الاقدميه، يعني احنا دفعه، انا اول الدفعه، معناها انا شنو؟ انا الاقدم في الدفعه دي، انا السينير بتاع الدفعه دي. عشان الناس تكون فاهمه الحته كويس. عشان نمشي، عشان نصل لين مجيت العسكري تركيبته كيف وجاي كيف، وليه نحن هسه انا دا اتكلم عن المعادله، وشنو المعادله الوطنيه اللي يجب ان احنا في تقديري انا، في تقديري انا البسيط، انه المفروض تكون هي مناره لينا. طيب المؤسسه العسكريه اصلا نظام هربي،